للعمل الدرامي، قعدنا نشتغل عليه فترة. بعد كده جبنا اون بورد احمد خالد موسى. احمد خالد مخرج تجاري جدا، مريم كاتبة فنية جدا، فحاولنا ان احنا نعمل الكومبينيشن ما بين الاثنين على اساس يطلع عمل فنيا مجزي وتجاريا المشاهد يحب يتفرج عليه. ان شاء الله باذن الله. هو احمد عايز بيعتذر طبعا انه مش موجود، وعمل معانا بريس جانكت من يومين، اضطر يرجع، لان احنا ان شاء الله داخلين تصوير يوم السبت الجاي. ده خلينا نتفق على حاجه، في سنه 2010 كان المسلسلات المصري 72 مسلسل، في سنه رمضان 2017 بقوا 28 مسلسل. فده بس بيديك انديكيشن. طبعا التلفزيون المصري كان بيشتري حوالي 22 مسلسل، بس حتى ستيل لو اضفتهم على ال 28 ستيل احنا قليلين جامد جدا. عدد المسلسلات اللي بره رمضان بيزيد حاليا، احنا لسه مربوطين بالدقائق الاعلانيه وسعرها، انما الفتره اللي جايه بالتالي الامور هتتغير. احنا برضو من الناس اللي خدنا سوتس مسلسل امريكي وابتدينا الديفلوبمنت بتاعته وهنشتغل سيزونز. الامل بتاعنا ان احنا نشتغل ويكلي، انه الساعة المدة بتاعت الحلقة تبقى في تايم سلوت ساعة ونص مش ساعة. فاي ثينك انه ستيبس زي دي وستيبس تانية اكيد الاخرين بياخدوها هتغير شكل الدراما في خلال السنتين.